ترصد بابه. لحظة لحظة يا شيخ. تفضل يا شيخ. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. تفضل يا شيخ. فما نزع من شيء إلا شانه. أولا إهاب، هل هي إهاب أم يختلفان؟ يعني في إهاب، كتابة المصريين لإهاب بالكسر شيخنا، يعني في ياء قبل الهاء أو ليس في إيهاب في ياء قبل الهاء إن شاء الله. طيب ما الفرق بينه وبين إيهاب بدون ياء؟ ولا هما واحد؟ هو يقال عنها الجلد المدبوغ. الجلد الجلد عموما. نعم. أيما إيهاب دبغ، فالأصل الإيهاب. نعم. الجلد. نعم. ولما سموه جلد الله أعلم استحسن هذا الاسم، هذا لا يخل بالمحبة في الله. أحبكم، نحن نحبك في الله شيخنا الحبيب. استخراج العلم لا تخل بالمحبة في الله. أحبكم الله لزحتم فيه، جزاكم الله عنه خير. إهاب بدون ياء، أنت فيك ياء. نعم. بمعنى الجلد. نعم. أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. وهذا اللفظ معلول. نعم. في مسلم تفرد به عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، وفي رواية فدبغتموه فانتفعتم به، هذا الثابت. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. إهاب للتفريق بينك وبين الجلد نفع الله شيخنا. لا أدري هل هي واحد ولا الكسرة جعلوها يا تبحث. المهم اقرا العنوان بترسل يا فضل الشيخ ايهاب ان شاء الله. شيخنا باب اضاحه.